إذا الموضوع ديالنا اليوم وهو هروب البنات من بيت الأهل. هي اللي بغينا نطرقوا اليوم بالضبط كاين جوج الأنواع ديال الهروب من ناحية الأسرة. كاين البنت اللي كتهرب من بيت الأهل للأسرة ديالها للأب والأب، وكاين البنت أو المرأة اللي كتهرب من بيت الزوج. حنا اليوم غادي نهضروش على ديك الزوج السفاح الفتاك اللي جلاد اللي شاد قاسي في المعاملة ديالو، هذاك حنا ما غادي نهضروش عليه، هذاك نهارو نهارو اللي غادي يكون عندي معاه هذاك نهار آخر باش نشرح للنساء. ولكن اليوم غادي نهضروا بالضبط على الهروب من بيت الأهل اللي هي الأم والأب. هي في الحقيقة ظاهرة ولكن ما عطينا لهش الأهمية. الأغلبية البيوت ما سيلقينش الخبر شنو وقع في العالم، يعني ما ولاد وجيب وهوجة رمضان هوجة العيد الصغير هوجة مدبروا من هنا غدا يرحم الله اليوم يرحم الله. ما كاين شي واحد، الدول كتعمل الدستور والبيوت ما عندهاش الدستور ديالها كيفاش تعيش. الفندق، المرأة مزوجة وعندها الفندق في البيت، اختي ملي انت ما عندكش قانون في البيت ما كتعملش واحد القانون يعني على حسب الوليدات على حسب المراحل لي زيتاب يعني الاولاد كيفاش غادي تربيهم. انت ماشي ام بعدا، انت معدي على راسك وتعديتي على داك الوليدات. يا ريت لو كنتي غتزوجتي ومولدتي ما عملتي لنا حتى حاجه. اذا هنا غادي ندخلوا بعدا نقولوا الاسباب اللي كتكون وراء هذا الهروب بالنسبه للبنت، وفي نفس الوقت غادي نقولوا الانواع هذا الهروب. حنا كان الدراسات اللي كتبين ان الهروب كاين نوعين، كاين الهروب اللي هو جسدي نرفد الشاكوش ديالي ونزيد، كاين الهروب اللي هو ذهني. كلتاهما عندهم نتائج خسارة على داك البيت وداك البنت، وماشي غير البنت اللي كتهرب. حنا باقي ان شاء الله هذا الموضوع ديال الهروب غادي نلتجئوا للولد حتى هو كيهرب حتى هو كيهرب، ولكن اليوم بالضبط غادي نحاول ندرج باش تشوفوا حنا كيفاش تبارك الله الاباء والاسر ديالنا اللي عندنا الاب والام اللي ولد رجع اب وام فهو بحال فرعون كيرجع فرعون. ماشي داك الاب والام اللي هما الرحمه اللي هما التفاهم اللي هما العطاء اللي هما الجهاد على ولادهم اللي هما يعني يجاهدوا فيهم من تعليم التخطيط الحنان اعطاء الارشادات اعطاء المعرفه اعطاء النصائح القيمه، والو والو ما كاينينش ما كاينش. اذا عندنا جوج الهروب اللي قلنا، هروب جسدي اللي هي البنت كتقلع وتزيد، حنا غادي نرجعوا نقولوا الاسباب، والمشكل ديال الهروب الذهني. ما معنى الهروب الذهني باش نخلي بين قوسين لاننا ما غنطرقش للهروب الذهني، ولكن خطر جدا كيكون عندكم في البيوت وبزاف ديال البيوت راه فيها البنات عندهم هاربين ذهنيا وما عايقينش. الهروب الذهني هو ملي تشوف بنتك كتقيل في البيت مجدود عليها ما كتخرجش من عندك، ما كتبغي تخرج معاكم، ما كتشارك معاكم في الطيفور، ما كتهضر معاكم، ما عندها علاقات اجتماعيه، ما كاينه مدرسه، هي محشيه في البيت اش كتعمل ما نعرف بوحده. هذه راه هربانه واخا كاين غير الجسد وصافي، اما العقل ديالها بعدا ما كاينش، عندها عالم ديالها واحلام ديالها كتعيش فيهم بوحده. شوف ديك الاحلام وديك الحياه وديك الواقع اللي بناته وديك الخريطه اللي عملتها كيف النيه، واش خريطه اللي هي فيها افكار ايجابيه ولا خريطه بالافكار السلبيه. اليوم من الايام غتفسح لك الطاقه وغتسيب لك من الطاقه وتجي لتحت يقول لك الله شفناها هابطه عشتي هابطه لان نسينا عامين وبنتك محشيه في الدار في البيت عامين دوزون وبنتك متكيه في البيت لا ما كنضربوهاش كلشي موفر ودخلوا تشوفوها المطربه هالكامه هالبيت ديالها هالكوزينه وتشرحوا لي في النميره وكنجيبو وكنعملو اي يا سيدي كتجيبو الدار فيها الضو فيها الما وعندها الكامه وعندها الكرشون ولكن بنتك ما كانتش حاضره في البيت ما كاينش كونيكشن ما كاينش ما كاينش ما كاينش الواحد الرابط بينكم وبين البنت. البنت محشيه دوزون تخوازون كتقولوا الدنيا هانية مادام ما كتخرجش للزنقه وداك الشيء حنا براسها بقى تما حتى واحد النهار كتشوف الطويقه كتملها فر كتعملها ها وكتهبط دي كابيسا فر حتى كتجي على شي طونوبير ولا على شي الله بنت فلاش عندها وي ماتت ماتت مسكينه الله اش عندها يما هاك وعدي بنتي ها وعدي بنتي دخلت شوفوا ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش هي مسكينه هي ما عرفتش شوفي
هذا راه خطأ فعلا. ما عرفتش لان ما ردتش البال، ما ردتش البال. انا بني منين نشوفو غنهار 24 ساعة 48 ساعة وخليه. ربما اولا بنتي دورة شهرية كتكون دورة بالنسبة للراجل، حنا قلنا يومين ولا ثلاث ايام في الشهر، ثلاث ايام حتى عندك اربع ايام خمس ايام. ولكن الا طلعت شي هيدا كنشوف بني ما كيبغيش يخرج ياكل معانا، خصو الطبسه ديالو يدخلو بوحدو منعزل، كيقوز وكيعمل وجهو هكذا. اذا هنا خصك تشوف الحل، لان الحل نصف الحل في العلاقه ديال الاسره هو المواجهه للمشكل، ماشي الاختباء وترك المشكل هناك. سياتي احد من الخارج ولا سياتي شمهروش هو اللي غادي يحل لك المشكل. هذه ما كايناش في العالم. اها تسيبت ونقزت جات في الزقه، اويلي ما اويلي لا مزيانين. وكيجيو لك الجيران وانا بعدا كيضحكوا لي غاداك الشهاده، كيجي لا مزيانه المراه ما عمرنا شفنا عليها شي حاجه، هو اللي كيضحك لا مزيان. هو كلشي مزعزع، هو كلشي مزعزع وكيقولوا مزيانه، وهو غنادم منك كيهضر وكتشوف في العينين ديالو كتعرف بانهم عندهم مشاكل. ما عارفينش المشاكل النفسيه الناس عندها، باقي المجتمع العربي كيعرف المشكل النفسي على انه مشكل سيكياترا، هو ماشي مشكل ديال سيكياترا، انه مشكل ديال الحماق كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا. راه ماشي حماق بنادم، راه بنادم يقدر يدخل في اللخبطه في النفس ديالو اللي تؤدي به ظروف اللي هي خطيره جدا في النهايه. ردوا بالكم من هذا الشيء هذا، وراه حنا كنشوفوا هذا الشيء كيتعاود، كتقولوا كتبروا لنا هذا الشيء، كتبروا هذا الشيء اخر الزمن. هل انتم عقلاء؟ هل يعني عندنا العقل اللي كنفكروا به مزيان؟ اخر الزمن، اخر الزمن. كيطلعوا لنا بعض منهم كيشرحوا لنا كثر المرج والهرج وكثر القتل وكثر الريح. اسيدي رجعوا لاباز، كاينه التربيه ما كايناش، كاين الكونترول مراقبه ما كايناش، ام عندها دستور ومخطط في البيت ديالها ما كاينش، اب مراقب يعني وبحنان على الاسره انه حاضر على اسرته على من ناحيه من جميع الميادين ما كاينش. اش كتقول لي الهرج والمرج وكثره القتل؟ يعني هنا كنبروا اشياء للناس، كنضللوا الناس باش ما تفهمش شنو عندها في البيوت ديالها. الناس راه مكرفصه عايشه في التكرفس، ومن كيوقع لهم مشاكل ما كيفهموهمش، وحتى ديك الشهود اللي كيجيو باش يشهدوا كنشوفوا حنا من بعد، يعني كنبقى نشوف لا كهادي الله يعمرها السلعه. ايه ولكن السيده عامين وهي في البيت محشيه، قولها للناس باش يفهموا الناس. وكتقولها مع ما كتقول لها هي مسكينه البيت ديالها ما كانتش كتخرج ما كتضرش ما كتطلش حتى من السرجم. ايه ولكن الانسان راه الا بقى عامين ما كيخرج ما كيدخل ما كيطلش من السرجم، هذا راه الحريه ديالو تقاضت. هاد الانسان هذا راه دخل في عالم اخر، عالم اسود، يعني ما يمكنش يحبسوا بنادم حنايا عام وعامين محبوس في الدار، ما كيخرج ما كيمشي ما كيضرش ما والو، هذا راه مشكل. انا شهادة هذا الجار يمشي شهاد راسو، خصكم تفهموا الانسان راه خلق كاين قوانين اللي خلقهم من الله عز وجل، كيف غيمشي عليهم؟ ما ماشي لا هكذا ولا هكذا، ما شبر لا قوانين مدنيه ولا احكام الهيه ولا هم يحسنون. الانسان غير ماشي، واي حاجه كيشوفها كيبدا يقول الله اعلم، هذا هو المكتب. واسمح لي ملي بنتك عامين وثلاث سنين وهي في البيت محشيه وتجي تقول لي المكتب، اسك انت خصك تصرفيقه، سمحولي هذا راه ماشي حل وماشي تبرير اللي نبداو حنا نبررو للناس هاد الاخطاء اللي كنوصلوا لها في النهايه اللي هي اخطاء فادحه. كتجبر معمره اللي كيحاولوا محاوله انتحار، كتشرب الدواء حتى كيدخل عليها شي واحد كيجبرها غايبه في الغيبوبه، كيجريو بها للسبيطار كيقول لهم الطبيب راه الوقت 20 بسطيه او 30 بسطيه. لا ظريفه وما كتخرج وما كتدخل وما كتعمل وما كتمشي وما كتجي، ايه ما كتدخل ما كتخرج ما كتعمل ما كتمشي ما كتجي، ولكن شربت الدواء لماذا؟ لانها لا تريد الحياه اكثر. الانسان ملي فكر في الانتحار او لا حاول محاوله انتحار، اذا هنا الحياه بالنسبه له بقات سوداء ماشي مساله لعب. يعني هنا هاد الاشياء هذه الامهات، علاش الام؟ انا قلت في واحد اللايف قبل كنت كنقول الام خص اخر وحده ما تنعس في البيت، اول وحده خصها تنوض في البيت. انت مادام الله قال لك الجنه تحت اقدامك ماشي لوجهك الجميل،
باش ديك لسنتينا قاسه في السجن وقاسه كتقابل لي القل والقيل والتفصيله والرنده والتكشيطه والطياب والبطبوطات والزمر ديالك وشي يوتيوبرز كنشوفوا شي مصيبه وما كاين نعم اسيدي ما غدلك ما غدلك ما غدقرات الكيت وسخط الله ما كاين غطلق غطلق وتخطل في الطناجر حشي كيعطوني الناس ثقافه الاكل كيعمروا لهم المخ ديالهم بالاكل ها هو بطبطة هي عشت فيها الخبز هي عشت فيها اللحم هي عشت فيها الكبسة هي عشت فيها الحوت رسول الله رسول الله رسول الله ملي كيصبح الصباح وداك اليوتيوب الله يستر كيفرفر بالمقالي وكيفرفر بالزيوتات وكيفرفر ولهي مطلوق راه كل واحد في عالم ديالو خاص وفي الاخر تدخلوا تقولوا الدولة كل واحد يشوف راسو شنو عنده بيتو تبقوا عندك المقالي تبقوا عندك الطناجر انتبهوا لولادكم انتبهوا قدكم حيا لولادكم العين الحارس الذي لا تنام ما ضربشوش عينكم على ولادكم ما ضربشوش عينكم على ولادكم كاع صافي تحط التليفون غزاله هادشي اللي تندخل نكتب لك اختي كي درتي داك البطبوطه اختي كي درتي داك الرغيفه شوف على جاهل شوفوا الجاهل شوفوا الغباء ولادك كل واحد فيهم مترش في الاخر ملي كيوقعوا المشاكل لا الناس حتى داك الشهود لا الحما عمرناش شفنا عليهم شي حاجه سبحان الله ما عمركم شفتوا عليهم شي حاجه ودابا طاحت الروح والناس كانه شيء لم يكن الروح راه عند الله عزيزه عباد الله الروح عند الله عزيزه يعني اليوم صبحنا اننا كنشوفوا الروح كطير وكنبروها بان ما كاين تما حتى حاجه والله اعلم ما الناس طيبين ايوا كيفاش هادشي هذا اخر الزمن كتشرح لك ولا كيشرح لك يقول لك اخر الزمن وعلى مالنا حنا اخر الزمن خصنا نبقاو نشوفوا حنا الكوارث الناس كطيح طيح حتى من نايض والنهار اللي غيكون اخر الزمن راه هذا الشيء معروف كيعرف الله عز وجل هو اللي عرف الساعه ولا عطاكم نتوما حط معكم جبريل قال لكم اخر الساعه ها هي والوقت ها هو والساعه هي والثانيه عطيوها لي باش نعرف حتى انا لان التبرير ديالكم انا كنشوفه غير يعني ما يمكنش نبرروا اشياء اللي هي اخطاء عندنا في العمق في الداخل ديالنا في الاعماق ديالنا داخليه ما كنشوفوهاش يعني بحال لبسنا ثوب اسود وما كنشوفوش الحقيقه الشيء اذا هذا فيما يتعلق هنا هاد النقطه اللي وقفنا عليها اذا كان الهروب يعني اللي هو ذهني اللي كيقدر يؤدي لنا لهاد المشاكل غادي نمشيو للهروب الجسدي اللي هو ظاهره كنشوفوها وفي الحقيقه نقدروا نسميوها مشكل او ظاهره هو تقريبا يعني في الرياضيات كنا كنعملوا ديك 8 هيدا النص 8 هيدا والشرط تاعنا يعني ابروكسيماتيف تقريبا يعني نقولوا تقريبا نسبي يعني بين يعني مشكل في الحقيقه وبين يعني ظاهره اللي صبحت كنشوفوها المشكل العويص وهو ان هذه البنت هذه كظهرت مساله يعني خطيره جدا للغايه اللي بزاف حنا هاد المساله هذه ما كنهضروش فيها ولا هضرنا فيها باش نعاتبوا داك البنت واغلبيه واحد النسبه كبيره في المجتمع ملي كتخرج البنت فحنا كنعطيوها صوره الانحراف هذا راه مشكل اجي السي حسن القططعي جوج دليل سير تلفتي في الله يلا الباب 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 وحياك الله سرد نعس يلا كتنعس في النهار ياك اسخط الله ما باين عليكم يلا يلا شو ديك القطعي عاود اخر مورا زيد زيد تبعو تبع تبعك عنو جيم الله يخليكم بزاف بزاف باغي يجيم لان غادي نطيح بالبلوك انا شخصيا غادي نبلوكي هاد النماذج هادي النماذج اللي انا لا ارغب ان اراها اكثر نخرج نخلي الصفيحه ديالي منقيه ونخرجهم بحالهم كيطيروا عطوني غير دقيقه الله يعطيكم الصبر جيم 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 الصفحه اللي ما مسجلش يحاول يتسجل اللي داخل يبرزط يمشي الله يجازيه بخير يمشي يعمل الشغيول ديالو ما نصلحلوش حنين والغزاله بيان فوني جيم من الصفحه صوفيا كاينه كدعم البلوك جيم البارتاج للصفحه ميرسي جتادور احمد ميرسي بارك الله فيك I am okay. What do you think so in this case?
I'm very okay. I'm so good. Thank you so much for your question. إذن وقيلا غادي نبدا نزيد نكمل. إذا قلنا المشكل العويص وهو أن هاد البنت هربتنا خرجت، الدرب كيبدا يهضر، الأسرة كتبدا تهضر، كاملين يعني الدماغ ديالنا أن هاد البنت هادي انحرفت. بعض الأحيان كتكون هربت من الدار خالتها، بعض الأحيان كتكون هربت من الدار الجدة ديالها، بعض الأحيان كتكون هربت من الدار صاحبتها، بعض الأحيان كتكون مشات للشارع. ياك هادشي اللي كاين عندنا، وهذا شيء ملموس، يعني خصكم تراقبوا. يوقع لكم هاد المشكل من هنا غدوزوا، شتو حنا ملي كتقول لكم الهضره من هنا غادي تدوزوا، وعرفتوا في الاخر كيفاش غادي تبقاو. كتحكوا شي واحد غيجي يعتقكم، انا زبلوا او هضروا او قولوا على الاقل انصصوا الا تصنتوا، لان هاد جد الودنين عطاهم الله باش نتصنتوا. صنتوا على الاقل تستهدوا واحد شويه، على الاقل كاين ناس عندها مشاكل في البيوت ديالها وما عرفاش كيفاش تحل الغاز في البيت ديالها، يعني عندها الفكر التقليدي، فكر قديم ازلي اللي هو ماشي مذاق لا في الاسلام ولا هم يحسنون، وكيلصقوا شي عند شي وكيفهموا بانه العار اذا البنت هربت. انا ما كنبرر حتى شي هربت شي وحده، ولكن انا كنعذرها وكنقول مسكينه الله يكون في عونها، يعني الا كان عندنا اباء جاهلين عندهم الجهل، الا كان عندنا الاكراه، الاب كاين كيكره بناته او لا كيكره او لا الام كتكره بناتها، عندنا الاكراه من طرف الاباء طرف واحد فيهم او لا من الطرف ديالهم بجوج. الى عندنا الانفعال، يعني كيكون واحد الكوليغ اللي هو اي حاجه وقع للاب ولا الام كيتسلطوا على ذوك الاولاد خصوصا البنات. نعم الى عندنا العنف داخل البيت، عنف لفظي فقط يكون لفظي ما حتىش يمشي جسدي. راه بعض الاحيان كيكون عقلنا الا ما ضربناهمش وسبيناهم فهذا اقل يعني ضررا من الضرب. لا يا اخي لا يا اختي، انت عندك اخطاء. العنف كيأثر سواء كان جسدي سواء لفظي. نعم اذا هادو الاسباب اللي كيجعلوا ان البنت غادي تمشي من البيت وغادي تهرب. الا مشى هاد البنت مشات عند اهل من الاهل ديالنا، عند عمه ولا عند خالته ولا 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 عند بنت خالته ولا عند واحد طرف من العائله، وداك الطرف ديال العائله جابوها، فاحنا كنوضوا نزيدوا نعنفوها، يعني كتكون عندها نار كتصبح عندها نارين. واش كتظنوا هذاك الناس كيحلوا المشاكل؟ واش هاد العقول ديالكم، انا كنهضر معايا الفئه هذه اللي كتفكر بهذا العقل، هذا هاد الفئه اللي كتفكر بهذا العقل، واش كتظنوا على انكم غادي تحلوا المشاكل هكذا وغادي تصلحوا الاهل ديالكم والبيت ديالكم بهذه الطريقه هذه؟ والله انتم القبور ديالكم ما غادي تدخلولاش عليها، احنا ما غادي نطلعوش. فين غادي نطلعوا حنايا؟ فغادي نمشيو باش غادي نطلعوا، فغادي نزيدوا، فغادي نمشيو لين ما يمكنش. يعني الله سبحانه وتعالى كينصر الامم الكافره واذا كانت عادله. حنا كنا ما غادي نهضروش على الولد اللي كيهرب، الولد كيهربوا هيدا، ولكن الولد واخا يهرب ويجي يعطيوه الكاما ديالو يدخل ما كاين حتى شي مشكل، غندخلوه وسكت وما كاينش الهضره باش ما يعاودش يهرب. الولد واخا يهرب الدنيا هانيه. ها هذا واقع مر كتعيشوا مجموعه من البنات في المجتمعات ديالنا، والاغلبيه ديالهم عندهم ما ينحرفوا، لان لا ام درحم لا اب يرحم لا اخ يرحم لا اخت درحم لا عم درحم. والمشكل العويص ما نساوش الانفصال ديال العوائل ديالنا، شتي البعد ما بقاتش عندنا صله الرحم. قبل كتجبر عندك خالتك او لا عندك جداتك، اللي الجده دائما كتحن على داك الحفيد او الحفيده، اليوم ما بقات صله الرحم، ما بقاو خوت، ما بقى حتى حاجه. الله يستر، الا وقع الا كانوا داك الاب والام قاسيين في البيت فعرف ان داك الاولاد في الزلزاله، صافي عندهم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، مصيبه وصافي، كارثه كيعيش فيها داك الطفل. خصو خافي واخا يقلع، يشد الريحه ديالو باش يقلع، وفين ما يقلع الله اعلم.
لان الاطفال خصهم المراهقين يسمعوني. الا ما تبطوش الخلف الاباء ديالكم غصبروا على الاقل توصلوا لواحد السن وفي الاخر عاد قلعوا، يعني ما تقلعوش بواحد السن مبكر، لان اصلا التعريف ما عندكمش اي حاجه فما كانتش غتكون بطاقه الوطنيه. يعني انت قاصر، قاصر معناته ان داك الجلاد او داك الاب اللي عندك المتسلط هو اللي عنده الحكم عليك الى ان توصل لديك 18، واصبر على ديك 18 وفي الاخر قلع. كاين ناس كبارين اللي مقلعين، كاين ناس كبارين هاجروا مشاو للامريكان مشاو 30 عام و 40 و 60 عام وما دخلوش البلاد عاد كثر، ماشي من اجل الدوله، الاباء ديالهم كانوا قباحين معاهم. هذه نتوما ما عارفينهاش شي. عندي ناس كنعرفهم 30 سنه 40 سنه ما رجعوش البلاد، ماتوا الاباء ديالهم وما رجعوش ما شافوهمش. السؤال كيطرح نفسه، هل هذا معقول؟ يعني هذا الشيء هذا معقول؟ او قولوا لي اخر ساعه، ها كلشي كلشي لصقوه في اخر ساعه، وشي اخر ساعه ما كاين والو. كاين ناس كبارين وهربين، كبارين وهربين، شابرين شدوا الرحيل ديالهم ما عاودوش يدوروا موراهم عاد كثر. واللي يطلب الانسان هو يطلب الرحمه في القلب ديالو، لان كاين بعض الناس الرحمه منزوعه من القلوب ديالهم، يعني كيتعاملوا بمعامله قاسيه مع الفلذات الكبد ديالهم، يعني لا يعقل ولا يعني ما كتدخلش حتى في العقل، ما كتدخلش في العقل. المهم هاد لقطه تاع هاد بلال غادي يمشي في حاله، نعملوا له البلوك يمشي بحالو بسال علينا. حاولوا نعملوا بارطاج الله يخليكم، لان خا كنعمل بلوك هاد ماقيه الصبحه وما الا بقيت مده ما دخلتش كنت هانيه، انا دخلت انا بديت كنشوف هاد النماذج عاود باسلين. عملوا يجي ما طاح والو، احنا غادي نرجعوا الا عملتي جيمات سيتوانيه راه غادي يطلع الله خافش. ها عنده ما يطيح، الا طاح ورجعوا نطلعوا الدنيا هانيه. نعم كذلك خصنا نعرفوا بان هذا النوع اللي هضرنا الى حد الان خصنا نبداو نفرقوا، لان هذا الهروب هذا بالنسبه للناس الطبقه اللي كتكون عندنا تقريبا طبقه مهمشه، والاطفال داخل كاين واحد التدهور، يعني الاوضاع داخل البيت من ناحيه ما كاين مال ما كاين لباس ما كاين ماكله ما كاين ما كاين مدروس ما كاين حتى شي حاجه، كاين غير المشاكل والصداع والعنف بين الام والاب، وفي الاخر القشوع كيتهرسوا. كاين بيوت راه جحيم، كاين بيوت راه جحيم صدقوني، كاين بيوت كيجي الاب سكران وفي الاخر يطلعوا. انا ما كنهضرش على الناس كاملة عباد الله، كنهضر على واحد الفئه اللي يعني ضرب بالها هذا الشيء. واش عباد الله انتينا كتسكر؟ واش انتينا مؤهل للسكر؟ واش انتي مؤهل للسكر وانتينا ما كتعرفش حتى تدخل لفراسك كامل مقزز؟ واش صاحب الشعر مقزز خصو الشراب؟ يلا انا غنهضر معاكم بالشعر بيت بتدرجيت بتشلحيت. واش انتي شعرك مقزز؟ عرفتي شنو هو مقزز يا محمد؟ شعرك مقزز يعني حالك العذاب، هنا معناته يعني حتى الحاله ديالك يعني ماشي حاله، يعني
كإنسان ما عندكش صفة بني آدم. بني آدم كيتكمل بالشعر، الشعر ما كاينش مكزز كامل، ونتينا ماشي القنينة ديال الشرب شربان، وعندك الفقر وداخل على ولادك هذاك سكران كتهرس في القشوع وتهرس هنا ودخل عندك الولاد، وكيفاش هاد البنات هادو ما غادي يهربوش؟ يلا واش شرحوا لي نتوما هادشي ما كاينش؟ راه كاين وكلشي قلع، كل وحده في شبره جايه برجلها، كيفاش بنادم راسو كامل مقزز وهو خصو غا محيه وانت نفتش على الماء من الروبين يشربوه على عينك من السماء كل لحمه يا سيدي ربي وشكرتك تبارك الله. هاي شعرك يرجع غا بالماء منين تشربوه، لان الماء غينقي لك الجسد، شعرك مجعد لان عندك واحد النقص ما كتشربش الماء المصيبه وبقى لك هاي كحول سي او اش، الكربون وجود ضرر الاكسجين وضرر الهيدروجين هي اللي مقتلك. هو شعرك شوف ابن الخال، يعني هنا المعنى ديالو بان هنا العقل ما كاينش، العقل الناس كتشوفوا على هيئه البشر على هيئه بني ادم وهما راه ماشي بني ادم، صدقوني كنقول لكم انا راه ماشي، راه الجهل عار عباد الله، راه الجهل عار. وباش تهضر مع هاد الناس وتوعيهم بحال كتهضر مع الحيط، تي كتقول له ها هو كيقول لك ها اللي هو الدابز معاه. بهذا الحال البنت كتقلع كتزيد في مشى ما نعرف، في مشى ما نعرف ملي ما جبرتش الدفاع في الاهل ديالها. ودابا حنا الا جينا حنا كما كنقولوا حنا بعض المرات اللي كيطلعوا بعض منهم كيهضروا معايا يعني بطريقه يعني كيقول لك نحن يعني مسلمين، حنا الاسلام يا اخي الراجل منك يبلغ خصو يمشي يدبر على راسو، اما البنت تعمل 30 و40 الاب ديالها واجب عليه واجب عليها يصرف. هادشي في القران الا نتوما مسلمين، انا هادشي اللي كنعرف. الا كيعرف شي واحد شي حاجه اخرى يطلع لعندي يقول لي حنان انت غلطه، الا كيعرف شي واحد شي حاجه اخرى يطلع لعند حنان يقول لي. الا ما تهضر معايا بالاسلام نبقاو في نطاق الاسلام، الا غتهضر معايا في النطاق ديال الديمقراطيه وبان الانسان خصو يتطور وبان الانسان خصو يدافع على حقه، والمراه خصنا نعلموها والراجل خصنا نعلموه، المراه خصها تكون مستقله والراجل خصو يكون مستقل وخصنا نزيدو، هذيك حاجه اخرى. اما اش نبداو حنا نلصقوا شي عند شي وما كاين لا شي لا شي، انا ما كنفهمش. لان من كيجي يقول لي اخر انا مسلم وكنشوف انا اختك كتخرج تمشي تخدم، اذا كنعرفك منافق احشم على وجهك، احشم على وجهك كراجل، خصوصا من تهضروا مع النخبه المثقفه. يعني ما تبقاوش غتهضروا، دابا كاين بعض منهم راه كيبغيو يضلوا عباد الله انك كيكونوا كنهضروا كيطلع كيكتب لك ايه قرانيه اولا كيقول لك حنا مسلمين حنا كذا، الاسلام حما وكرم المراه. انا متفقه 100% كاين شي واحد كيطبق داكشي. اليوم المراه ملي كتعمر 40 عام 50 عام غتخدم عليها انت، الا مات الاب ديالك راه الاخ كيتحمل المسؤوليه، انت غادا في اختك، انت غادا في اختك. ايوا ديك الساعه نقطع انا عقي من هنا، من هنا نقطع محمد انا. اذا هنا نبقاو في نطاق المعقول، خلوا لي المعقول على الطاوله عطيوه لي نهضر معكم بالحاجه اللي كنعيشوها، الناس كيفاش كتعاني، الفهم ديالنا الحاجه هايدا وحنا فاهمينها هكذا. فهمتوا؟ يعني الراجل ملي كيبلغ كيشد الازر ديالو يقدر يرحل ويرتحل ويمشي يخدم على راسو. اما اجنتينا القطط عيد النص دليل. اما المراه في الاسلام راه الاب واجب عليه يخدم عليها، انا هادشي اللي كنعرف. ولا كاين شي حاجه اخرى، شي حاجه اخرى انا ما كنعرفهاش يجيبوها لي. اليوم البنت كتعمل 17 عام 16 عام كتسيبوها تخدم، كتخرج تخدم لان مضطره خصها تمشي تخدم. واش عباد الله الحماله في الصدر ما عندها شي باش تشريها؟ في الاخر تقولوا لي نتوما الدعاره مزمرون تلقوا الفلوس لبناتكم وتهلاو في بناتكم وعطيو لخواتكم. دابا الزمان رجعنا كنشوفوا الاخر تقول لك البنت هربت، انا ما كنبررش هذا العامل انها خصها تهرب، ولكن الضغط يولد الانفجار. ما يمكنش يعني البيت عندنا حنايا بحال الشغل ديال الفندق، ما غادي نعطيوها فلوس، ما غادي نعطيوها حتى حاجه، وعاد نزيدوا عليها بالكلام اللي هو دائما سخيف. الاب دابا ساعه سيدك جوجو انت، بعدا الام الا شافت بنتها عملت 18 وما كتقول لي انا كنت قدك كنت بولادي، كان خاك عبد الله وعبد اللطيف وعبد الرزاق، وانت باباك باعك. انا نهضر معاك انا بالعربيه عاوتاني انت الشريفه، انت باباك باعك، هذاك ماشي زواج اللي عندك بعدا انت اصلا، كيفاش تزوجتي ب 13 عام؟ هذاك زواج هذاك بعدا. العائله كتعمل العائله، العائلة كتولد العيال، وعلى داك الربح اللي طلع عليها نتينا ها نتينا دابا عملتي 36 عام و40 عام،
شوف المستوى اللي كتهضر به مع بنتك، كتقول لها انا ملي كنت في السن ديالي كنت مزوجه، زعما انتينا عندك ميزه يعني عندك انجاز، انك عملتي لنا انجاز، انتينا واحد الرقم زايد في المجتمع، ما حسبك المجتمع، ما غادي يحسبك، ما غادي يعتمد عليك، ما غادي يدير فيك، ما غادي تنزل، انتينا واحد الانسانه كتاكل وتشرب والمرحاض، ومنين يوصل الاجل المقبره التراب يناديك. تاخد وهذوك الاولاد ضحيه من موراك، غادي يبقاو شي غادي يهرب، شي غادي يعلق، شي غيعمل زليق، ايوا في الاخر قال لك اش كاين ما كاين، لا الله يعمرها سلعه كلشي مزيان كلشي هذا، ولكن المشكل ها هو فسروا نتوما هذا الشيء، بداو تفيقوا شويه وبداو تعيقوا، لا كلشي مزيان الله يعمرها سلعه وكلشي مزيان وكلشي الله لا الله يبارك، ولكن المشكل قائم في حد ذاته هو الضحي، والمشكل قدو قد الرحله، ماشي مشكل صغير، المشكل قدو قد الرحله، ولكن باش نهضروا لا كنشهدوا بان كلشي مزيان، كلشي غزال كلشي مزيان، وانا ما كنفهمش كلشي مزيان والدنيا الروح ديال الله طايحه والناس هاربه. كاين نوع اخر يعني الاباء كيكون عندهم واحد النوع ديال الجهل والبنت كتقرا واحد شويه واش كتحس يعني بان هذا البيت هذا ما يمكنش غادي تبقى فيه، فهي كتحاول يعني ملي كتكون كتقرا تشوف حي جامعي كتفضل تمشي تتعشى مع اربعه البنات في حي جامعي وما تبقاش في دارهم، حتى الهروب هذا هي كتسلك الطريق ديالها عارفه شنو خصها تعمل، هذا هو بالنسبه لي لهم كهروب، ولكن اش غادي تبقى تعمل مع اباء فاشلين؟ انا كنشجعك تمشي للحي الجامعي تقرا تكمل على قرايتها، ما عندك ما تبقى مع هادو، هادو ما عندهم ما يعطيو لك، هادو غادي تخدم خصك تعطيهم، ارى الزيت ارى السكر ارى الطحين ارى الملح ارى الحنوط ارى الفلفل ارى الكيمون العاده ارى الطحين، هما ملي كيصبح الصباح وحنا خصنا السكر وخصنا الطحين وخصنا الزيت وخصنا الفلفل، خصنا البلاصه ماشي ماشي، ارى البطاطا ارى الجعده ارى الدريجال ارى خصنا الحوت خصنا هذا خصنا الطو خصنا الفاكتوره خصنا الباب خصنا المانجو خصنا، دابا شنو زادوا لهم دابا خصنا ارى 5 دراهم 10 دراهم وخاك يشري الدار، ايوا موت انتي موت بالسم ولا تقلا ولا تشوف ما تعمل، وهذه اختي ديالي انا ماشي غنهرب وصافي، هذه غادي نعلق انا بلا صباط وبلا حوايج، كنقول لك حالا انا نكون بنتك قسما بالله حتى نعلق بلا صباط وبلا حوايج قلت لك حالا وعلقوها في جميع المواقع تكون يما قسما بالله حتى نعلق، ما نعقاش عليك ندخل في البحر كنعوم كنعوم، الا ما نحرق عيما بالعوم ما ناشي حلال وما ناشي مغربيه، ندخل كنعوم نوصل من الشمال نجي حتى للخسيره في العوم، مابقاش نبقى معاك، يعني هاد النوع ديال هاد الامهات هادوم راه صعيب الحال كيفاش الواحد يعيش معاهم، كيما عمل معاهم بنادم وحده، اوعى كيعطيو لك الناب، كيخترطقو فيك عينهم، هادو مسخط الوالدين كيحاولوا يلعبوا على كلمة الصح، لا يا اختاه، قرا الدين ديالك مزيان، رجع قرا على سورة يوسف، آخر قصة ديال يوسف، الأب ديالو الأم ديالو سجدوا يعني خروا ساجدين الاقدام ديالو، هما اباء وما تنساش بان اب يوسف يعقوب كان نبي حتى هو واسحاق الجد ديالو نبي حتى هو سلاله كامله الانبياء، وفي الاخر القصه وعلى الرغم من ذلك ان الاب والام ما تعدوش على يوسف اللي تعدوا عليه هما خواتو، قروا قصص الانبياء استفدوا واحد شويه حنوا على ولادكم اعطوهم الحنان فتحوا لهم الابواب جلسوا ناقشوا معاهم، وخليكم نتوما تابعين لي هاد اليوتيوبرز وتابعين لي هاد المصائب ديال الخبز والبطاطا والكيمون والفلفل، او ما كاين الله يستر الله يعطيك صحتك، فتحوا الابواب مع ولادكم ديال النقاش، حاولوا قربوا عند وليداتكم، ضحكوا معاهم، خرجوهم، رافقوهم، احسن مراحل هو ترافقوا وليداتكم، شوف باش ترافقوهم، من غتشفوا تعملوا العكاكس، علاش بداو تخرجوا مع ولادكم فاين؟ فين غادي تمشيو معاهم ديك الساعة؟ كيكونوا هما واقعين في المشاكل ديالهم عاود لانه وغلتوهم، دابا نتوما كتوغلوا راسكم وكتوغلوا ولادكم، انا ما فهمتش، وبعد نتوما واغلين خلي صلبوا ولادكم المصائب صلبوهم وصلبوا وقتكم حنان ولادكم صلبوا ولادكم خلي ولادكم يتعلوا الفوق، وراه نتوما مطيحين وكتزيدوا تسكيو على ولادكم وشي تاكي على شي، المقابر عمرو المقابر راه بداو كيعمروا، راه واقيلا ما غنجبروش حنا فين ندفنوا، انا واقيلا خصني نشوف شي موتعه هنايا نركز راسي، هادشي بزاف هادشي
عاوني كل نهار كاين اللي بالموت الله هذاك حنا هذاك قدر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون وهاد الناس اللي كتموت يوميا يعني ما كاين غا هاك بالك هاك طراي طراي طاق هاك هاك باك باك حرقة كبلع على راسها الزيت قتلة تطق فيها الفردي ولا فلاش ندفنوا حنايا كتظنوا غنجبروا شي موطا وحال شي المقابر دابا عرفتوا المقابر في المدن كيف كيزيدوا يتسعوا فيهم وما كاين غتسع واش عباد الله كما كتقشعوش انا خصني نشوف هنا ببرشلونه هنا قال لك طراغونا ونجي وفي مدريد كاينه واحد المقبره المسلمين شوف شي موت عركز موت عشان نبقى معلقه في الهواء هبطني الطياره وما يجبروا فين يحطوني الدنيا تكون عمرت ونبقى حصله اي والله يقولوا له عاد ردوها نبقى طالعه حتى الضيف طيح حتى الثلج ما كاين نعمل غنسمه في الطياره لعباد الله تما مع الحوايج مصيبه هذه كارثه هذه كنشوفها انا اجنتينا احمد الناجي قبيله انا عطيتك انذار قبيله انا عطيت لك الورقه الصفراء جوج المره الاولى وقلت لك المره الثانيه غادي نعمل لك زليق انا عملت لك باب زاقه حشيت قبيله قلت خليه ما نعرف سيد ما نتعداوش عليه ولكن انت لا تستحق يعني تحضر معايا انا هنا ماشي وجهك هاد المحاضره هادي ماشي وجهك دار الزاقه يلا الله يعاوننا ويعاونك سد نعس اولا جلس قهوه ولا شوف ما تعمل براسك بعد من اللايف ديالي الله يعطيك الصحه لا لا هادشي اللي كنشوف انا راه لا يعقل يعني الناس كطيح تحز بيه بالله يسر الكورونا عمرت الدنيا الناس هما ماشيين بالكورونا الدنيا عمرت نشوف شي مويت هنا فين قدست باش منين نطلق رجلي ما نعذب حد ما يعذبني حد مدا ما شا ما جانا ولا يجروني شي قاع في المقبره في شي قنيس هكذا يبداو يجيو السكاريه يشربوا فوق مني ويسيبوا عليا الرضايم ويسيبوا عليا المصائب ديالهم ويزنيو فوق القبر ديالي والمصائب هادهم هادهم هما كوارث هادهم واش انا باقا نزيد انا هادشي كنشوف وانا حيه ونضمان الشيء ديالي ما عرف قال لك الله سبحانه وتعالى ما عرف منين تشوف الخطوره خص الانسان مروه ولا مورا ولا ما عرفتش شنو الاسم ديالك اختي دارنا على الموضوع حنا غادي نكملوا عاد دخل انت ماشي الحبيب ديالي انا والله الا قبايله وانا كنستناك يلا حبيب صدق ايوا تقعد سال الله يعاوننا ويعاونك يلا المد الله يعني هذا شيء يعني عادي وهي داك الانسان كيموت بالموت عادي يلا الله عز وجل وكيوصلوا الاجل وكيبقى فيك الانسان ولكن تشوف الانسان يعني كيطيح بهذه الطريقه هذه وكيموت يعني بهذه الطريقه هذه او لا يعني اخطاء ديالنا اللي احنا صناعتها يعني نحن يعني الكبار فهاد الشباب وفهاد الشيء يعني خصنا شويش نراجعوا الاوراق ديالنا الطويله خصنا نعملوا واحد القانون عندنا في البيوت ديالنا والطفل ردوا البال راه كتبدا التربيه في الصغر كنقشوا على الحجر ماشي حتى كيكبر كتخليو له من المساحه مفتوحه نقول شي عمل هادي عمل هادي عمل هادي ملي كيوصل المراهقه كتبدا تعمل له الحدود كنعمل له الخطوط فين يقوز وفين ما يقوزش الجغرافيا ديالو خصك ترسمها له هو باقي صغير من 3 سنين وانت كترسم له في الخريطه وكتقول له الدوله فلانيه هنا وعاصمتها السياسيه كذا وكذا الدولة هنا في القارة الإفريقية، الدولة كذا وكذا في القارة الأمريكية، الدولة كذا وكذا في القارة الآسيوية، الدولة كذا وكذا عاصمتها كذا وكذا، القرآن الصور المدنية كذا وكذا، مكية كذا وكذا، القصص الأنبياء نقراوهم ونعاودوهم كانوا كذا، يعني هذه الأشياء كتزرع من الصغر، شتا كبير، تا كيعمل 18 عاجل عيبة تصلي، وأنت ما عمرك هضرتي له على الصلاة، دابا كنهضر له على الصلاة، كتضحك على راسك. والعين ما كتصومش ايوا انا ما غتصومش خصك تمشي بحالك انا ما يمكنلكش تبقى جالس معايا ايوا انت ملي كانت عندك طلقتي الراجل وجريتي على الراجل والدار عندك مفتوحه اللي كتدخل داك مي ها اللي كتدخل تشرب ها الهضور الساقطه والرجال كيعيطوا والبيبان مفتوحين ومحمد طلع بلا صباط وعبد الله طلع بلا تشنكلا والعيال كيشوفوا داك الشيء دابا بغيتيه يصلي ويصوم كيفاش غيصلي ويصوم في هذه البيئه هذه اللي عندك انت يعني هنا الناس خصها تفهم ماشي حتى يكبر الواحد عاد كطلبوا منه نتوما الحاجه الام والاب خصكم من البدايه من 3 سنين كتبداو كتزرعوا فيهم الاخلاق كتزرعوا فيهم اسس ومبادئ ماشي حتى الولد الطاوله ديالو اكثر من ديالك وعاد كتبدا تسعرنن معاه فين كتسعرنن انت مع خوال خاوي والهوا داه الريح
يعني هادو اشياء الطفل يعني من الصغر الام والاب جوج بيهم مسؤولين وخصهم يتفاهموا على طريقه التعامل مع هذا الطفل. ما يرخوش كل الرخاء وما يبسطوش يعني اليدين ديالهم معاه كل البسط وما يكونوش قاصين عليه، يعني وسط يعني يكون الخطا يصح له هادشي هذا ماشي هو هذا لان كذا وكذا حاول تعمل هادي هادي وليدي لا الله يرضى عليك ماشي حنايا الدين والملة خدامه واجي راسك كذا واجي كذا وزيد من هنا وطلع من هنا والعاده والضر والرجل والمراه كل نهار في القنبله القنابل في الضر القشوع كيتهرسوا الراجل شعره مقزز كيجي شربان الراجل شعره مقزز خصو يمشي للقهوه خصو يكمل كارو هو الدين السنان يا محمد ما تطلقش انت خصك الكارو طلعوا عند حالنا انا السنان ما فدوق ميشي على حنا كنا باش نعاونوا الحوليد العيد ولا كنا السنان مالينا انا شخص دانتيست هنا وفين مشاو سنانك اخويا طيحتيهم مع الشراب والمحلي وما جا عند حنان والله لا والله لا حطيتيهم من الطهر ديالي انا ولا تحطهم والله ما بقات تحطهم في البسطه تما بقى وراه الله سبحانه وتعالى مبري منكم كل البراءه لان الله سبحانه هذا القوم هذا ما كيشوفش جيتهم لان الانسان اللي هو خلق الله انسان واعطاه الله العقل وهذاك العقل ما كيستعملو حتى فشي حاجه ما خدمو حتى فشي حاجه اللي غادي تفيدو وتفيد الاسره ديالو وتفيد الامه ديالو وتفيد المجتمع ديالو هذا لا خير فيه لا خير الله فيه ولا سلام عليه الله عليه هذا بنادم ما حتى كيدير يعرف شنو معاه كاين بعض الاسره كذلك اللي كالسبب اللي كيجعلنا خصنا حنا قلنا الاباء خصهم يكونوا يعني يحاولوا يعدلوا على الميزان ما كاينش الخروج البنت ما كاين قرايه ما كاين خروج ما كاين واش غتعمل هاد العيب هذا الحبس هو الحبس كيعطيو له يخرجوا الباطيو عايشه الحبس وفيه الطيقه الناس كيطلوا من السراجل الحبس كيعطوا الباطيو كيتجمعوا كاين الاولاد كيتجمعوا كيعملوا الرياضه وكيفاش نسينا في الدار العائله ما كاين والو وهذا هرب طبيعة الحال غيوصل واحد النهار غادي يظهر انا ماشي كنبرر ولكن كنبين باش هاد الناس هادوم ما تبقاش نهار اللي ضهرب بنتك او لا نهار اللي وقع المشكل كتقول لهم اجي دخلوا هكا ما الماكله النبيره ها الدار ها الفلوس هذا راه ماشي هو هذا راه التربيه ما كتدخلش فيها غير الاكل والنوم والحوايج والحاجه والسنتيمنتال يعني للحاجه النفسيه يعني الانسان فين هي فين هي كنجي انا نعطيها لا ولا ولت نسيتها بالنسبه للناس اللي كتصيفط لي على حسب القنوات لان انا القنوات ما كنديهمش اليوتيوب حاولوا الله يفدي لي ما تحاولوش تهزوهم الان لان الامور تغيرت ماشي انا اللي مقبله داكشي كل واحد عندي في الديبارتمون ديالو كيقابل المسائل ديالو انا ما تجون عندي لا درهوني لا على قناتكم اولا كترفضوا الحاجه بلا ما كطلبوها يعني هذا يعني الانسان يعني انا ما يمكنليش ندخل الدار ديال الناس ونهز منها شي حاجه هي هذه ادخل وهز لي اللايف وديه وعلقوا عندك اختي ما معايش الهضره واخا انا اللي جالسه هنا انا ما كنطلع لايفات ما كنهبط لايفات ما هذا كاين سيده اخرى اللي مكلفه على شي اليوتيوب هي اللي كتطلع وهي اللي كتهبط وهي اللي كذا ولا شافت شي يوتيوب معلق من شي جهه راه كتقوم عندنا الدليل وداك الشيء كنصيفطو للاداره ديال اليوتيوب فغيزولوا لك القناه فما تعاودش ترغبني ما تعاودش تزاولني بالاحسن والاحسن هو مسح داك اللايفات اللي ديتي واعمل مواضيع اخرى ديالك طلع لنا مواضيعكم نتوما خصكم تعيشوا على طرد الناس واش هذه 5 سنين انا طالعه فيها نتوما باقي ما بغيتوش تشمعوا صافي الله يخلف الله يجعل البركه كما تاكلوا هذه المساعده اللي عملت معاكم وانتم ما خصكم تخليو بنادم ماشي من اللور ويطلع قدام على هذا الحساب هذا الا نتبعكم انا قسما بالله شفتوا الصباط هاد الصباط في رجلي والله لا خليتوني نمشي به حاشاكم بعدا وحاشا الجالس اللي معايا ونمشي بالحفه ايوا ما يمكنش صافي بارك الله يخلف سيروا بروجي اخر ما كاينش غير حنان في الساحه ملايين الناس كاينين عملوا مواضيعكم سيروا تخدموا ولكن تقصوا تسلهاو بيا انا الوحيده فيما كانش لايف كنعملو ديال ديواد على القوه في القناه ديالكم راه غيطيحوا لكم القناه
انا ماناش مكلفه وانا ما كنعلق ما كندخل في داكشي ديال القناه ما كنعرف نعمل مونتاج ما كنعرف نعمل حتى حاجه باش يكون في العين ديالكم ولكن كنقول لكم الجنسنا قليل الادب بالاحسن يعني صافي غيبوا على حنان الروداني غيبوا على قضايا العرب صافي عطوني اتساع صراحه تعبت منكم بهذا النوع هذا هاد الناس هادو لان انا بالنسبه لي السرقه نتاع الناس هذه يعني ما كيغفر لا الله ولا العبد صافي الله يخلف الله يجعل البركه تشوفوا شي اخرى يعني اللي كتكتب لي هنا واقع كتكتب لي تشوف من حالي وما تشوف من حالي انا ما عندي ما نشوف لا من حالك ولا من غير حالك صافي اختي سيري لجهه اخرى صافي علاش ضروري خصك تعلق اللايفات ديالي انا صحه شورتي معايا لا كتعرفني لا صافي الله يخلف الله يجعل البركه انا من هنا كنقول لك صافي مساح داك الفيديوهات وسير اعمل حاجه اخرى من المواضيع ديالك ولا طلع نسينا انتوما كتخبعوا كتخبعوا خصكم الفلوس وكتحشموا ياك المهم هما اشياء كثيره في هذا المجتمع اللي رجعنا كنشوفوه ندم يعني ما كيعرفش النتيجه دائما كتكون سلبيه وخيمه وهادشي اللي كنشوفو يعني الاغلبيه ديال الناس عندهم مشاكل يعني كيتسقطوا في مشاكل اللي هما ما كيقدروش ينوضوا منها ومن كيسقطوا في المشاكل فهما كيبرروا فلان او فلانه او حكومه او هما اللي ما عاملينناش شكون يعمل لك شي حاجه انت نعبت خلقتي الله سبحانه وتعالى كرمك تدبر على راسك دبر على السناره ودخلنا لبحر الصاد اخواتك سالت القضيه سالت الهضره سالات الهضره خصك تدخل تصاد اليوم غتصاد ربما ما غتطلع والو غدا ما كاين والو بعده ما كاين شهر عام حنايا الا نعاودكم قصص يعني ديالي انا خاصه بيا راه غتقولوا انت خويا وما عمري تشكيت على شي واحد ولا قلت لشي واحد عطيني او لا نزل لي او لا هبط لي يعني كنهضر في الظروف الصعبه ودائما كان عندي هدف وكنتسمعت الاهداف ديالي كاملين يعني الانسان كينسيلي كونسيلي اللي اذا تبعتي واخا تفشل ما توصلش حاول تزيد المثابره حاول تقول باقي ما وصلش الاجل ولكن خصني نزيد شي حاجه ربما الطريق اللي سلكته ماشي هي ديك انا نحاول طريق اخرى انا نعمل هذه انزل واحد النهار الله سبحانه وتعالى غيفتح لك الباب ولكن المشكل هو اننا خصنا نجبروا كلشي واجد ونجيو نتكاو على بعضياتنا هنايا شي متكي على شي انا ما يتكى عليا حتى شي واحد انا ما ولات حد ونسيتو انا منا كنعاون كنعاون وكنمشي بحالي ما كاينش داك الانسان اللي طلع لي بحق راه في الدار ديالي ويجلس لي انا معلق يلاه واش انت يوسف انت اسحاق ولا كنت يوسف واسحاق غادي نهضر بالانجليزي نهضر معاك نتحاور معاك ما انت اسحاق ما انت يوسف بالنسبه لي اوتسايد صافي سير خدم من جهه اخرى ولا شوف ما دعمل اختي الله يعاونك ولا كان هنا قدام الملا ما فقط صيفط لي شي ميساج اخر ومن هنا غادي نعمل لك البلوك لان انا قلت الادب ما عندي ما نعمل بها بسالة هادي طلعي لينا البسالة اسمع سلام دكتورة حنان كيف دايرة لاباس عليك بخير صحتك لاباس انا معك واحد المتتبعة وفية 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 وفرقة فيديو حبيتي اي لايف تبعك جالسة قبلاني كنحماق عليك ما حد حماق عليا من المتعلية دايره قناة اللي هي قناة المعرفة كنحط فيها الفيديوهات ديالك عامل شوارتي من حبي ليك ومن عشقي ليك من حبي ليا ومن عشقي ليا والفلوس تحشيهم هي في الجيب العيلة أنا لا القناة مايمكنش الهز لأن حنا عندنا المساكين كنعاونوهم سير تخدم على راسك طلبتي مني الإذن أول مرة كتصل بيا 25 يوليو 2021 بالدليل عندي ما عمرك هضرتي معايا وما كنعرفكش يعني حنا اللي متبع كيعلي القنوات وكيعدل داكشي راه الا جبر اي لايف دابا كيمشي للاداره وكيعطي المسائل القانونيه اللي خصها تتعطى صافي الله يخلف الله يجعل البركه فبلا ما تقول لي نجاوبك ولا تضيع وقتك انا غادي نمسحك من هنا من الواتساب ديالي لان ما كيشرفنيش انا عندي ناس يعني ما كيحشموش يلا بلوك للاسف صافي الله يخلف الله يجعل البركه 50 هذه الماكله والشراب 50 هذه انتم معلقين لي في الدار ديالي قلت لكم انا العام اللي فات
قلتكم صافي خلاص خليوني الله يرضى عليكم، راه انا تعبت من المشاكل ديالكم، تعبتوني معاكم والله الا عمرني كنشوف بعض الاشياء انا لا داعي حتى نبقى نشرح فيها، كنضيع انا الصوت ديالي الطاقه ديالي على الناس اللي خصهم ينعسوا خصهم يديو الفلوس. صافي الله يخلف، ما غادي نعطيك ما غادي نجاوبك، عملت لك البلوك حتى هنايا واللي هن القناه باللايفات ديالي اللي كنهز نساهم انت وغيرك. صافي كنقول لك بالعربيه هادو نعطيهم الفلوس، صيفط لهم الحوايج خصهم يدوا لك اللايفات، ما كرهوش يجيو يدوني انا بكمالي وقطعوني وفتسوني عادي يرتحوا عليا. الناس الله يسر ما كتقنعش، قولوش السيده نحترموها نخليوها في مطعه، ما تشاورناش معاها ما طلبناش منها، ارا معيطوا لها نشوفوا شنو الراي ديالها نهضروا معاها، لا هما كيلفتوا حتى كيحصلوا الاداره اليوتيوب كتقول لهم الصلاه على النبي جمعوا قشاوشكم من هنا، عاد كنظهر لهم انا وانا هما المتبعين ديالي وكيحلقوا مقابليني اختي بحالك انا كاع ما يتبعوني معني ما انا ما بيهم، يعني انت ما كتخرجي تستافد انت كتدخل باش تسرق، انت ما كتخرجي باش تستافد ما كيهمكش الاستفاده، انت اللي كيهمك هو انك خصك تهز اللايف بعد ديه تحطو لجهه اخرى. لا اختي اللايف هذا خصو يبقى هنا، اللايف هذا انا عندي فين كنديه فكنعملو انا وحقي انا المشروع ماشي ديالك انت. صافي وفوق قضايا العرب رقم واحد نجبر شي لايف ديالي منشور راه غادي نقوم بالواجب، انا ما بقيتش عاد نزيد نعاود نهضر مع شي واحد، اللي بغى يعمل شي حاجه هو حر، ولكن الحمد لله القوانين كاينه وما بقاش نصدع انا راسي مع الناس. عايشه غزاله سوقات ميرسي والله العلي العظيم سنين هذيك بوس ملي بديت هي معايا ما بغاش باقي ما بغاش يمشي بحال هذيك، انا ماش نطلع عاود اوعدي تبيع هاد القنوات ويلي حتى بعض الناس كيجيو عندي كيسقسوني حنا هاد القناه ديالك، انا فقط عندي القناه اللي مع اسحاق والقناه اللي في هذا، وكي كان شي وحده باغيه اليوتيوب انا كما نطلع في الفيسبوك نطلع انا في اليوتيوب وانا راني مشهوره، اي عسى ان ارضى فين غادي نطلع فيما طلعت الناس غتجي من ورايا، فيما طلعت حنا الناس ما جا من وراها، لو كان عندي انا الرغبه ديالي والهشاع ديالي على هاد اليوتيوب كوني كنمشي نطلع في اليوتيوب والعز من اليوتيوب غادي نعطي، انا كنجي انا مرتاحه هنا في الفيسبوك وهيداكم ما كتهنيونيش كتدخلوا مورايا الفيسبوك وتهزوا لي اللايف ديالي وتسرقوه وتمشيو به. ايوا هذه هي اللي ما كتبقاش في العقل. المهم هاد صحاب هاد ايمان ايمان غادي نعمل حتى هي البلوك، يعني اي واحد بهاد الصور كبارين ولا شي راه كيزعجونا باب الزنقه. بلاتي نشوفو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شكون معايا؟ كنتي اختي حنان الحبيبة. نعم كنتي اختي حنان لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك، قول لي. واشك مبروكة تعيد الصحة لهنا طول العمر. صافي عيدنا حنا جاز جاز 8 أيام هذه. جاز 8 أيام العيد تكمل العيد حنا تكملنا دابا الحبيبة الحبيبة ديالي تكمل. واخا واخا جاكني الصدفة عيطت لك دابا الله يرحم والديك أنا انا في الله الله يرحم والديك انا في الله دابا جبرتيني حبيبي على داك الشيء ما نقدرش نزيد نهضر وانا كان وانا كنشوفك انا كنتفرج فيك واخا اذا وساعة اخرى ان شاء الله يا حبيبه اختي الله يعطيك الصحه واخا واخا حبيبه الله يكمل عليك الخير بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك يلا اذا هادشي اللي غادي نقول لكم، اذا هذا هو الموضوع فنحاولوا كما قلنا حنايا الحل غير الى تفادينا على هذه القساوه، تفادينا على الميز العنصري داخل البيت، تفادينا على العنف اللي هو لفظي والعنف الجسدي، تفادينا هذه المشاكل اللي غادي نحقوا بزاف، يعني الرابطه غتكون عندنا واحد الرابطه متينه وقويه داخل البيت. والاولاد راه مسؤوليه كبيره في العاتق ديالنا، خصنا نحرصوا عليهم ليلا ونهارا حتى نوصلهم برد الامان. نعم زمن فيه بزاف الاشياء اللي هي كتجر الانسان لكشي، نعم لا نقول العكس، ولكن لازم نبذلوا جهود ومجهودات باش نقدروا نساعدوا هاد الشباب ونساعدوا هاد الوليدات باش نخرجوهم من برد الامان باي ثمن كان حتى نوصلوهم والساعه نرتاحوا عليهم
بعد خرجناه من بر الامان. عندنا بنت وعندنا ولد، التربيه خصها تكون عادله وليس بالنفاق. يعني البنت ندقدقوها ونحطوها في مواقف اللي هي الضغط والتوتر الى ما غير ذلك، والولد نعطيوه كل الحريه وكل الطاقه اللي بغاه هو يعمل يعمل، والبنت حنا ندخلوها الكوزينه ونخرجوها من هنا وندخلوها من هنا. الدار خص الافراد العائله كامله خصها تشارك في البيت، ماشي الولد ما يعملش لا هذا الشغل ديال البنت. البنت ما كاين، كي اجي وري لي انا في القران، كاين في القران كيقول لك المراه خصها طيب، كايناش هاد المراه خصها طيب وخصها الاولاد وخصها تجمع وخصها تجفف وخصها كلشي. دابا دابا عطاو لها حتى الخدمه تزاقه، دابا كلشي على المراه. يو سي مش لا مش نور يعمل يمشي ينعس، راه ما يمكنش هادشي. هادشي لا يعقل، خص واحد العدل في التربيه. يعني الام خصها تكون حارسه بين ولادها، والاب حتى هو خصو يساعد في التربيه ويحرص على وليداته ويعلمهم الاخلاق يعني في الصغر في الصغر، ويحاول يرحم وليداته، لان اول حب كي يعني كيديه الطفل هو الحب ديال الابوين. ما كاين حب ديال الابوين واش كيدون هذا الطفل، هذا غيجبر شي حاجه، ما غيجبر حتى حاجه، غيجبر غير الهلاك برا، غير الى عسى انه يعني يقرا وصل لواحد المستوى ورقى وخدم على راسو وشاف لي بوين نيجاتيف اللي عنده، حاول يعوضهم بلي بوين بوزيتيف، وقلب الفكر ديالو وخدا واحد الاتجاه باش هو يقدر كمان بعد واحد الاسره اللي غادي يبداها. والا فلا غيجيب داك الفكر وداك التعسفيه وداك المشاكل غيطبقهم على ولادو. والاغلب اللي كتهضر معاهم كيحس في القلب، انا والله كيحزني، كتقول لك حنا والدينا هيدا ربونا. ايوا انت عندك سكيزوفرين والوالدين ديالك سكيزوفرين، ودابا جايبه دعم الناس سكيزوفرين على هادوم، وهادوم غيعملوا سكيزوفرين على اخرين، وفي الاخر تقولوا حنايا حنا بلد كذا وكذا، ولا حنايا ننتمي الى الديانه. غالي تهضر معاه يقول لك انا حنا مسلمون. ايوا فين هذا الاسلام؟ تقولون اشياء ولا تطبقوها. الاسلام رحمه، الاسلام عادل، الاسلام شفقه، الاسلام تعاون، الاسلام رحم المراه وكبر بالمراه وكرمها. ايوا فين هذا الاسلام؟ انا هنا ما كنشوف بويس، لما كنشوف البنت كتضرب، لما كنشوف البنت كتهان، لما كنشوف البنت 16 17 خصها تخرج تخدم. فين فين هذا الاسلام؟ انا هنا ما كنشوف والو، كلشي كنسيبوه على المراه والراجل نعطيوها الحريه التامه. الراجل الحريه وبنا بالحريه وخاها بالحريه وخالها بالحريه وعمها بالحريه وجدها بالحريه، ونزيدوا لهم الميراث الدبل والتريبل. ها كمان بليز، يعني ما كاين حتى حاجه. دابا المشكل ها الراجل كيدي ديك الميراث الدوبل ديالها ولا التريبل ديالها كياكلو كيصوت فيها في المحيا، وكتجبرو كيبيع داك الشيء كامل وكيمشي يكري. قالت صاحبتي فلان ولد فلان ديك الطرف ديال الارض لا باعوها، شنو عملوا بها؟ ها هو غادي يقبر بها. اخويا ديالي انا ما شبرش، انا ما يعطوني والو احسن لي، الا ما شنديهم نمشي نقمر بهم نشرب بهم هي محيا ما كلاش. حتى داك الشيء اللي كيخليكم الاباء ديالكم الله يستر ما كتقولش حتى عكسا كتكونوا طبيتوا في داك الشيء. الله يستر تقول تابعه اللي عطاها لك وراها، اللي عطاها لهاد الناس. انا على هاد الفئه كنهضر، الناس البيت هذاك البيت كيخليوه، هذاك الارض كيخليوه، تما هذاك واخا الاباء كيمشيو كيخليوه في واحد النقطه فكيجتمعوا فيه. يعني عنده شي وليد الله يحفظه. اذا ما بقاتش عندي الشرج في الحقيقه على المنتم، كنتمنى لكم امسيه سعيده ان شاء الله، دمتم في رعايه الله، ونتلاقاو ان شاء الله في لايف اخر، ونتمنى لكم الخير كل ما هو خير ان شاء الله. نشوفوا في لايف اخر ان شاء الله، ما نقدرش نوعدكم بالضبط في واخ واش اليوم ولا غدا، ولكن غادي نحاول ان شاء الله اليوم غادي يكون موضوع ان شاء الله جنسي، ولكن موضوع تثقيفي اكثر يعني من المفهوم ديالو، لان بزاف الناس ما كيشوفوا موضوع جنسي كيدخلوا كيجريو. فانا كنقول من هنا يعني موضوع تثقيفي، ماشي موضوع حنا ما كنجيبوش المواضيع سواء كانت جنسيه سواء ادبيه سواء اجتماعيه، وما كنجيبوهاش هنا من اجل يعني اغراء اولا من اجل يعني حنا ما عندنا غرض في داك الشيء. حنايا الا كان الموضوع ديالنا باش نثقفوا به الناس، باش الناس تنتبه للاخطاء فقط. اذا تحيه لكم والى اللقاء.